Hi there. I and my buddy Joe English are sending our regards. And today we uh, continue doing a general English test for first year secondary from GEM revision. Let's share the screen and do that. So let's do that together. So, voluntary work is of great Importance, the antonyms of the word voluntary are عايزين عكس كلمة voluntary في عندنا بقى ايه؟ في عندنا uh, obligatory او obligatory اللي هو C وفي عندنا compulsory اللي هو D يبقى عكس كلمة voluntary C, obligatory obligatory او obligatory وفي عندي D, compulsory Okay, Type Number two Teachers An important role in our life. They teach us everything. يبقى ممكن أقول teachers have an important role اللي هي B. ممكن أقول كمان play an important role اللي هي D. يبقى إذا have B و play D الاثنين الإجابة الصحيحة. Uh, بقية الأسئلة نختار one answer. من أول السؤال الثالث: Some people's in money Uh, in money gets them to do illegal things. يبقى some people's interest in اهتمام الناس بالمال gets them to do illegal things. أحيانا بيقوموا بحاجات غير قانونية. يبقى interest بيجي بعدها in يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب number four he got his degree in economics from university in Finland. يبقى from a university in Finland. يبقى A إيه اللي هي الـ indefinite article لأن أول مرة نذكر فيها الـ university المذكورة دي يبقى A إيه أول مرة يتم ذكر الشيء نقول A إيه أو an تاني مرة نقول ذا لأن خلاص بقى أصبح معرف لنا يبقى إذن هي الإجابة الصحيحة A إيه. طيب نمبر 5 طب حد يقول لي طب ليه اليو بتبدا بيو بس ما حطيناش ان مع ان اليو حرف متحرك لان هي بتتنطق يو مش ا آه. يعني مش ما بتتنطقش زي مثلا ايه Uh, unable مثلا اوكي او umbrella يبقى اه ما بتتنطقش اه ساوند لا تتنطق يو ساوند وبالتالي بنعتبرها نعملها معامله الحرف الساكن ليس الحرف المتحرك يبقى ايه الاجابه الصحيحه طيب نمبر 5 uh, we should leave for work early or we might get in the traffic يبقى we might get stuck عايزين التصريف التالت من الفعل يبقى stuck in the traffic اوكي okay. يعني uh, نبقى في العالقين زي ما بيقولوا عالقين في ازدحام المرور يبقى سي stuck هي الإجابة الصحيحة طيب نمبر 6 my father is a to me and my siblings يبقى عايز أقول والدي مثلنا الأعلى أو مثل يعتزى به يبقى role model اللي هي a يبقى my father is a role model to me and my siblings يعني لي والإخوتي يبقى role model a الإجابة الصحيحة

If you want to connect to the internet on this icon, يبقى click on this icon. يبقى لو انت عايز تدخل على النت ايه؟ press هذا الإيكون يبقى click on this icon يبقى اذا B الاجابه الصحيحه. طيب نمبر 9 نادر wishes he had studied for his exams, he regrets ever not studying. يبقى he wishes he had studied معناه انه ما ذاكرش، كان يتمنى ان هو يذاكر عشان الامتحانات. He regrets ايه بقى؟ not studying، يعني يندم على عدم المذاكره. اوكي طبعا regrets من الافعال اللي لازم اجيب بعدها فعل فيه ing يعني gerund، بس هنا المعنى يتطلب نفي الفعل، يبقى not studying، he regrets not studying، يبقى دي الاجابه الصحيحه. طيب نمبر 10، his colleagues and teachers like him as he is. يعني الزملاء والمدرسين بيحبوه ليه بقى هي از polite يعني هو عاده مهذب يبقى بي بولايت او usually polite هي الاجابه الصحيحه طبعا usually تيجي قبل الصفه وبتيجي ايضا كادفرب يعني الادفرب ممكن يصف الصفه وممكن يجي عشان يصف الفعل ايضا اوكي يبقى بي الاجابه الصحيحه طيب نمبر 11، before the operation, uh, the doctor should check the blood of the patient. قبل العملية لازم الدكتور إيه بـ بـ يعني يقيس ال pressure، ال blood pressure of the patient اللي هو ضغط الدم. يبقى C-pressure الإجابة الصحيحة. طيب 12، uh, money to Egypt by uh, tourists, so we should keep our country clean and safe. يبقى money is brought to Egypt. by tourists يبقى هنا مبنيه للمجهول is brought طبعا verb to be وبعدين ال past participle يبقى is brought see uh, المال ياتي لمصر او يتم جلبه لمصر بواسطه السياح وبالتالي يجب يعني نحافظ على البلد clean and safe يعني نظيفه وامنه يبقى c is brought الاجابه الصحيحه طيب 13 uh, the last two weeks we have prepared for our graduation party يبقى for the last two weeks. سي uh, حرف الجر هنا هو for يبقى لمده اسبوعين احنا كنا بنحضر للجراجيوشن بارتي او حفل التخرج. يبقى سي فور الاجابه الصحيحه. طيب 14 now and then we ask our parents advice يبقى we ask parents for advice. نسالهم الايه؟ النصيحه. يبقى دي we ask somebody for advice يعني نطلب منه النصيحه. طيب سؤال 15 Children do not like schools because they want to play all the time يبقى Lots of children الكثير من الأطفال uh, do not like schools because they want to play ما بيحبوش المدرسة لأنه بيحبوا يلعبوا طول الوقت يبقى هنا lots of ما اخترناش a lot عشان لازم يجي بعدها of يبقى إذاً دي الإجابة الصحيحة و lots الوحيدة من غير of برضو ما تنفعش لازم اقول lots of children او a lot of children فهنا بي الإجابة الصحية طيب number 16 سامي is a, fan, is a fantastic boy I think he the record of the other class يبقى he will break the, the record break the, the record يعني يحطم الرقم القياسي في لعبة معينة أو في uh, رياضة معينة يبقى الاصطلاح will break the record أو break the record معناها يحطم الرقم القياسي يبقى دي الإجابة الصحيحة طيب شوف كده قطعة الريدنج هي في شكل دلوقتي إيميل um, um, Dear Mr. Rida في الآخر Best Regards أنس شوف بقى بعت له إيه بقى أنس بعت لرضا بيقول له إيه Dear Mr. Rida I hope everything is okay with you أتمنى تكون أمورك طيبة Yesterday I had a night party with my friends so I had to stay up very late يعني كان عندي حفلة مع الأصدقاء فسهرت Let me tell you that the party was amazing كانت رحلة يعني حفلة رائعة We had lots of fun there The food was uh, tasty and fresh كان الطعام uh, uh, يعني لذيذ Those people are excellent at hosting guests الناس ديت متميزة في الـ uh, الاعتناء بالضيوف يعني واكرام الضيوف however i don't like fish at all لكن انا لا احب السمك they should have asked me what to eat المفروض كانوا يطلبوا يعني يسالوني ايه الحاجات اللي انا بحب اكلها never mind the video games were up to date كانت العاب الفيديو حديثه and i beat them all my friends father loves sports so we enjoyed playing table tennis and volleyball يعني والد اصدقائي كان يعني بيحب لعب الرياضه فاحنا استمتعنا بتنس الطاوله والفولي بول اللي هي كره الطائره كره الطائره but let me tell you that all of them liked my outfit الجميع كانوا مبسوطين من الزي بتاعي they laughed out loud once they saw me with my fascinating orange shoes يعني ضحكوا على الجزمه اللي لونها برتقالي red trousers والبنطلون الأحمر and checked a colorful shirt وكان قميص كده بألوان زاهية وتشيكت يعني بشكل checkers يعني أحمد and أمجد threw tissues at me I am always fashionable as you know أنا دايما بلبس على الموضة at the end of the day we had many pictures with you Uh, which you can find in the attachments below خدنا صور كتير ممكن تلاقيها في المرفقات at the end of the day we had many pictures خلاص قلنا ديت i couldn't find any transportation ما لقيتش اي مواصلات so i requested a ride it cost only half the price of my sunglasses which cost 150 pounds يبقى الـ الـ لما طلبت يعني مواصله كلفتني نص مبلغ ال150 جنيه اللي اشتريت بهم نظارة. When I got home, I realized that I had forgotten my wallet at my friends. نسيت المحفظة في منزل صديقي. But my mom solved the problem and the driver was understanding. لكن لما وصلت البيت، والدتي ادت لي الفلوس عشان أحاسب السواق. Anyway, I am writing to inform you that I will not show up today because I haven't done any task yet. and I am tired a little bit because of the dancing. See you soon, my manager. وبيقول أنا مش هقدر أجي النهاردة عشان أنا متعب. وقال في الآخر my manager يعني المدير بتاعه. وبست regards and طيب هيسأل بقى أسئلة What kind of passages is this one؟ القطعة اللي إحنا قريناها ديت عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيميل زي ما قلنا يبقى بي an email طيب number 18 to whom is this speech written? الكلام ده مكتوب لمين؟ ل آه لانه بيقول Dear Mr. رضا يبقى دي Okay طيب 19 uh, the writer thinks that his friends بي يعني قال ان اصدقائه liked his appearance كانوا معجبين بمظهره يبقى بي وفقا لما قيل في الايميل يعني يبقى بي طيب 20 uh, the house where the party was held is ها المك... ال... ال... المنزل اللي تم فيه او عقدت فيه الحفله او كان فيه الحفله is vast. يعني كبير يعني كبير في الحجم اوكي يبقى بي طيب 21 what is the purpose of this passage ايه هو الهدف من القطعه يبقى برضه بي the رايتر is نوت going to work يعني هو باعت ايميل للمدير بتاعه بيقول له مش هاجي الشغل عشان كان عنده حفله وسهران يعني يبقى the writer is not going to work. بي طيب 22 how much did it cost the writer to go home يبقى سي 75 باوند لانه قال المواصله كلفتني نص ثمن النضاره اللي كان 150 باوند يبقى هو اتكلف الرايد ديت كلفته 75 باوند يبقى سي طيب 23 how could the writer pay for the right؟ ازاي قدر ان هو يدفع للتوصيله بتاعته؟ سي His مام بيد فور هيم وين هوم والدته دفعت دفعت له عشان يحاسب السائق لان كان لسه المحفظه في منزل صديق يبقى سي الاجابه الصحيحه طيب نشوف بقى سؤال الترجمه نبدا بالترجمه from Arabic to انجلش تعتبر السياحه البيئيه مصدر مباشر من مصادر الدخل القومي في مصر فمصر تمتلك الكثير والكثير من الاماكن الطبيعيه المعزوله التي يرغب السياح في زيارتها يعني. يبقى هنا الإجابة C: ecotourism اللي هي السياحة البيئية is considered a direct source of national income in Egypt as Egypt has more and more isolated natural places that tourists desire to visit. إيه الخطأ اللي في الجمل التانية؟ A: ecotourism is considered a direct source of international income، لأ دخل دولي، لأ إحنا مصدر من مصادر الدخل القومي ما هواش بقى انترناشونال المفروض ناشونال انكم يبقى هستبعد ايه عشان كلمه انترناشونال انكم دي طيب بي ايكو توريزم از كونسيدرد ا دايركت سورس اوف ناشونال انكم ان ايجيبت از ايجيبت هاز مور اند لس artificial ارتفيشال بليس لا قال مصر في اماكن طبيعيه uh, الكثير من الاماكن الطبيعيه المعزوله هو قال ايه اول حاجه مور اند ليس لا هو المفروض بيقول ايه مور اند مور ايزوليتد يعني معزولة بس ناتشرال طبيعية. هو قال صناعية مش طبيعية، يبقى ارتفيشال هنا غلط يبقى الجملة كلها غلط. طيب دي توريزم از ان سورس يعني مصدر غير مباشر هو قال في الجملة الأصلية مصدر مباشر من مصادر الدخل القومي. يبقى إذا سي يعني الإجابة الصحيحة. يبقى ندقق قراءة الخيارات الموجودة إذا كان في جملة فيها كلمة غلط أو حرف جر غلط أو التنس بتاع الجمله متغير من مضارع لماضي من ماضي المستقبل الى اخره نستبعد كل ذلك حتى لو في حرف جر غلط لان انتوا عارفين الفريزال افعال بيجي بعدها حروف جر معينه ومحدده لو اتغير حرف الجر المعنى كله بيختلف ويبقى الكلام كله غلط يبقى اذا لما نستبعد كل هذه الاشياء هتفضل جمله واحده هي الصحيحه فهنا سي هي الاجابه الصحيحه. طيب سؤال 25 نقرا كده from English to Arabic Uh, some youth spend a long time on the internet nowadays unaware of the potential dangers there. They are vulnerable to many kinds of crimes. هنلاقي ان دي افضل ترجمه. يقضي بعض الشباب الكثير من وقتهم على الانترنت هذه الايام ولا يدرون المخاطر الكامنه هناك فهم عرضه لعديد من انواع الجرائم. طب ايه الخطا اللي في الجمل الثانيه؟ ايه مثلا بيقول يقضي بعض الشباب القليل من وقتهم هو قال في جنيه الاصليه a long time يبقى الكثير من وقتهم او وقت طويل مش وقت قصير يعني. اوكي؟ آه يبقى اذا ايه غلط عشان القليل من وقتهم دي. طيب بي يقضي بعض الشباب الكثير من وقتهم على الانترنت هذه الشهور المفروض nowadays هذه الايام مش هذه الشهور يبقى برضه استبعد بي عشان كلمه هذه الشهور. طيب سي يقضي بعض الشباب الكثير من عمرهم، هو قال الكثير أو وقت طويل يعني يبقى لونج تايم، فإحنا ما بنعملش بقى من نفسنا كده يا جماعة أي كلام أو كلام مشابه لكلام بدل ما أقول لونج تايم يعني وقت طويل أقول عمر طويل لأ، أو بدل ما أقول هذه الأيام أقول هذه الشهور لأ، لو غيرنا أي حاجة يبقى هي ترجمة غير صحيحة، وبناءً عليه يبقى دي هي الترجمة الوحيدة الصحيحة. طيب نشوف بقى سؤال القصة things aren't as they first appear do you agree with this and why طبعا لان في الاول كان سيلفر والناس اللي معاه كان هم متخيلين ان هم بحارة او سيلرز واقع الامر اتضح بعد كده ان هم pirates they are pirates and they are criminals هم مجرمين وجيم بالصدفة اكتشف ان سيلفر اللي هو كان شغال كوك او طباخ على السفينة ان هو كان بايرت وبيخطط ان هو يقتل دكتور ليفزي وتريلوني وجيم لما يلاقوا الكنز يبقى he was uh, planning to uh, kill جيم and دكتور lefsey and تريلوني when they find the treasure and take the treasure for himself he and the other sailors لو اتضح بقى ان هم إيه, uh, not sailors but actually pirates لهم قرصين يعني طيب two. prove that جيم was an observant person يعني جيم هو اكتشف لما كان راح ياخذ الابل When he went to take an uh, to uh, eat an apple, um, uh, then he uh, in the barrel he get into the barrel and he overheard um, Silver talking about his vest and how he uh, was a um, pirate and the people with him are pirates and they were planning to kill uh, Doctor Levzi and Trelawney and Jem when they find the treasure and they take the treasure silver will take the treasure uh, and his men. Type 3 explain that Jem was lucky to escape death from silver and his men because someone else uh, wanted to come and take an apple from the barrel but someone shouted and say I can see land, I can see the island Kulom, their attention was uh, directed towards the island and so they did not see Jem yeah, And if they saw Jem in that peril when, they wanted to take apple to eat they would have killed him okay طيب كده خلصنا اسئله القصه السؤال بقى الخاص بالاسي في فيديوهات عملناها كتير بتشرح بالتفصيل ازاي نحضر الافكار او الايدياز بتاعه مواضيع الاسس وكل فكره نحولها الى باراجراف ويكون في coherence او ترابط ما بين الأفكار وبعضها، فارجعوا للفيديوهات دي للاستفادة، وتابعونا في الفيديوهات القادمة، هنحل أيضا امتحانات شاملة لطلاب أولى ثانوي، ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب.